أفرغت عشرات الشاحنات أطنانا من الرمل الأبيض في ميامي بيتش تنفيذا لقرار اتخذته السلطات المحلية للتصدي لتآكل الشاطئ الأكثر استقطابا للسياح في الولايات المتحدة، والذي خسر الكثير من رموله بسبب ارتفاع مستوى مياه البحر. وتعود ظواهر ارتفاع منسوب مياه البحر وضيق الشاطئ بحسب الخبراء إلى التغير المناخي والأعاصير التي تضرب ولاية فلوريدا بانتظام. ولمواجهة هذه المشكلة قام جهاز الهندسة في الجيش الأمريكي بإفراغ نحو 233 ألف متر مكعب من الرمل خلال هذا الشهر، ومن المتوقع ردم المناطق المتآكلة بالكامل بحلول حزيران يونيو المقبل. وهذه الأعمال تشكل جزءاً من مشروع أكبر للتصدي لتآكل الشواطئ وحماية الساحل من الأعاصير، وهو يشمل خصوصاً ثلاثة مواقع أخرى في شمال ميامي.